نورهان بونجور، صباح الهنا عليكي، واكيد سامعينك. وقولي لنا بقى الاجواء عندك كمان، ولو كان في اي احاديث جانبيه دارت بينك وبين الاعضاء خاصه بالافتتاح ان شاء الله بكره بفرع التجمع، خلينا برضو نعرفها. اتفضلي يا نورهان. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا طبعا هنا من مقر النادي بالجزيره زي ما تعودنا نطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي الاهلي. طبعا في الساعات الاولى من صباح اليوم كالعاده العاملين بنادي الاهلي بيستقبلوا الاعضاء، وطبعا يعني الشغل والعمل بيكون على قدم وساق في الساعات الاولى. يمكن النهارده من صباح اليوم لسه الكثافه العدديه لاعضاء النادي ما بقتش كبيره، خصوصا النهارده طبعا مش احد ايام اجازه في الاسبوع، احنا في منتصف الاسبوع. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن طبعا الجو حار بعض الشيء في الساعات الاولى اليوم في مقر النادي بالجزيره. وطبعا يعني هوندي انت قلتي بنتكلم مع اعضاء النادي، طبعا بنتكلم مع اعضاء النادي طول الوقت حول كل ما يخص النادي، سواء على صعيد كره القدم او على صعيد الالعاب الاخرى، وكمان الامور الاداريه والانشائيه. ولكن خلينا نبدا بكره القدم وحاله من الارتياح بشكل كبير جدا حول طبعا الفريق الاول لكره القدم اللي بيستعد لمباراته الهامه امام فريق الوداد المغربي في طبعا المباراه الاولى بنهائي دوري ابطال افريقيا، واللي هتقام ان شاء الله هنا بالقاهره يوم 4 يونيو. كمان خلينا اقول لك انه يمكن طبعا حاله الارتياح دي نتيجه طبعا الاعلان عن جاهزيه جميع لاعبي الفريق، وطبعا على راسهم قائد الفريق وحارس المرمى، حارس مرمى النادي الاهلي المخضرم كابتن محمد الشناوي، طبعا بعد عودته من بالاضافه طبعا ل طبعا علي لطفي وحمدي فتحي، الثلاثه او الثلاثي اللي كان يعني يمكن جمهور الاهلي متخوف من يعني حجم الاصابه او حجم الابتعاد عن المباريات. كمان خليني اقول لك يا هواند انه يعني شفنا في التدريبات الاخيره للفريق حاله من التركيز الكبير بين اللاعبين، وطبعا مستر كولر كان يعني بيعمل بشكل كبير جدا على الاهتمام بالحاله النفسيه للاعبين، وطبعا مع جهازه الفني اتكلم كتير حول طبعا تجهيز اللاعبين وضروره الحديث معاهم حول يعني التركيز في الفتره القادمه، ويعني يمكن فصل كل الامور خارج المباراه الافريقيه والنهائي الافريقي المرتقب عن اللاعبين وحاله من الحظر الاعلامي. احنا يمكن اتكلمنا عن الحظر الاعلامي في العديد من المباريات، ولكن يمكن النهائي الامر مختلف. الوضع النفسي كان مهم جدا لمستر كولر، واتكلم فيه مع الجهاز الفني، واتكلم فيه ايضا مع قائد الفريق كابتن محمد الشناوي، وازاي يتكلم مع اللاعبين وضروره وضعهم على يعني يمكن او وضع الصوره كامله للاعبين، وضروره حثهم على يعني طبعا وتشجيعهم على التركيز في المباراه القادمه، بالاضافه طبعا الى انه طول الوقت يفكروا في الجمهور، طول الوقت عارفين ان جمهور النادي الاهلي كبير وبيسندهم ومعاهم طول الوقت. وكمان خليني اقول لك يا نهاوند انه يمكن في الايام الماضيه كان مستر كولر مهتم ان هو يتكلم مع اللاعبين عن ضروره الفصل ما بين البطولات، يعني بطوله الدوري شيء وبطوله دوري ابطال افريقيا او النهائي طبعا المرتقب شيء ثاني. وزي ما احنا شفنا يمكن في مباراه سيراميكا كليوباترا كان الحمد لله يمكن نفذنا المطلوب او اللعيبه نفذت المطلوب من المدير الفني، ويمكن هو تحدث مع العديد من اللاعبين حول ظاهرة يعني إهدار الفرص، وأنه مش من المقبول أن هذه الظاهرة تتكرر تاني في المباراة القادمة تحديدا، خصوصا أن احنا طبعا يمكن شفنا مباراة طبعا سيراميكا اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد، يمكن كان فيها على مدار 90 دقيقة العديد من الفرص المهدرة، وده يمكن حذر منه مستر كولر المدير الفني للفريق. يمكن كمان خلينا اقول لك يعني هواند انه فكره الروتيشن، وانه مستر كولر طول الوقت بيتكلم مع اللاعبين ان هو ما عندوش تشكيل اساسي، ما عندوش لعيبه اساسيه ولاعيبه على دكه الاحتياطي، كل اللاعبين مجهزين، كل اللاعبين من المفترض ان هم يكونوا جاهزين لاي يعني احتياج للمدير الفني اليوم في الملعب وايضا خارج الملعب من خلال تحفيز زمايلهم في طبعا على دكه البدلاء. كمان يعني يمكن عايز اقول لك انه يمكن طبعا النهارده تدريبات الفريق راحه من التدريبات، وايضا في معسكر قبل المباراه ب 24 ساعه، يمكن كان في حديث حول 48 ساعه ولا 24 ساعه، ولكن المدير الفني استقر على اقامه المعسكر قبل المباراه ب 24 ساعه فقط لاضافه التركيز على اللاعبين. يمكن زي ما قلت لكم فكره انه مستر كولر اتكلم عن مع اللاعبين على ضروره عدم اهدار الفرص، وايضا يمكن ضروره يعني التركيز على مهاره التسليم والتسلم.
مهاره الاستحواذ، ازاي نقدر في الشوط الاول ما بين يعني امام الوداد في الشوط الاول ده، يمكن احنا بنقول تعبير الشوط الاول على مباراه القاهره، لان الشوط الثاني هيكون في المغرب. مباراه القاهره المدير الفني بيعتبرها شوط اول لنهائي افريقيا، واتكلم مع اللاعبين على ضروره الاستحواذ وضروره الهدوء وضروره حسم المباراه هنا من القاهره عشان نروح ان شاء الله المغرب واحنا مرتاحين. دي يمكن كانت معظم الاجواء حول الفريق الاول لكره القدم. كمان خليني اقول لك يا نهاوند انه يمكن على صعيد الانشطه هنا من داخل مقر النادي بالجزيره كان في العديد من الانشطه للجان المختلفه، ولكن كان على راسها نشاط التنس. يمكن شفنا وكان كاميرا قناه النادي الاهلي كانت موجوده في فعاليه يمكن اقيمت من ايام في هنا في مقر النادي بالجزيره. عن طبعا كان يوم ترفيهي للاطفال، يعني يمكن شفنا اجواء لذيذه جدا وحلوه جدا للاطفال، واهتم يعني يمكن جهاز التنس الجديد بقياده كابتن احمد طارق مهتم بان هو يعني يعمل جو للاطفال لان هم يحببهم في بطوله التنس. ده ايضا ده هنا يمكن كان عن على سبيل الانشطه الداخليه. ولكن قبل ما اختم كلامي معاك يا نهاوند، عايزه يمكن استعرض الانجازات اللي يمكن اتحققت في بطولات الالعاب الجماعيه وبطولات الصالات تحديدا. يمكن النادي الاهلي الحمد لله نمسك الخشب، يعني حقق بطولات على صعيد العاب الصالات كبيره جدا تصل الى 15 بطوله. موسم انجازي، يعني موسم اعجازي وانجاز كبير لطبعا مجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين في جميع البطولات السنه دي. خلينا يمكن استعرض لكم ابرز الانجازات يمكن في العاب الصالات على صعيد الرجال والسيدات. يمكن في كره اليد الرجال والسيدات حققوا بطوله الدوري والكاس، كمان في طبعا بطوله يد رجال بطوله السيدات بطوله كره السله سيدات الاهلي حقق بطوله الدوري والكاس، وبطوله السله رجال الاهلي حقق بطوله دوري المرتبط وبطوله كاس مصر وبطوله يمكن الافريقيه الاخيره بال، وايضا بطوله دوري السوبر. اما على صعيد يمكن كره السله كره الطائره رجال، الاهلي حقق بطوله العربيه وايضا حقق السوبر المصري. اما على صعيد الطائره كره الطائره سيدات الأهلي بطل الدوري وبطل كأس السوبر المصري. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة. شكرا لكم وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. والله يا نورهان تغطية أكثر من رائعة، بس قبل ما تمشي خليني أتكلم معاكي برضو في حفل الافتتاح إن شاء الله غدا. أكيد كلنا هنكون متواجدين وهنكون كمان جزء إن شاء الله من حفل الافتتاح. عندك أي كواليس، عندك أي معلومات برضو عن حفل الافتتاح؟ خلينا نعرف منك ونطلع برضو السادة المستمعين. تفضلي. سعيد طبعا يا هوندي سالتيني السؤال دوت، ويعني احنا طبعا بنستعد كلنا سواء في العاملين في قناه النادي الاهلي وايضا العاملين في فرع النادي الاهلي الجديد بالقاهره الجديده لحفل الافتتاح اللي ان شاء الله من المقرر اقامته باذن الله غدا. حفل الافتتاح انا يعني عايزين نقول للجماهير وعايزين نقول للمشاهدين ان احنا ان شاء الله ان شاء الله هنشوف حفل افتتاح اسطوري كعاده النادي الاهلي في تنظيم جميع هذه المناسبات. كمان خلينا اقول لك ان طبعا 50 فدان، يعني يمكن مساحه شاسعه جدا ل يعني فرع النادي الاهلي الجديد بالقاهره الجديده. كمان يمكن تحدثنا مع استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤول عن عضويات الفرع الجديد، قال انه يمكن الاقبال كان تاريخي على سحب الاستمارات. وكمان ايضا عايز اقول لك انه سحب الاستمارات بيتم من جميع الفروع بشكل كبير، مش بس من عن طريق يعني فرع التجمع. اتكلم معانا على انه الاقبال تاريخي وانه الناس سعداء جدا بما تم تحقيقه على ارض الواقع. يمكن كمان خليني اقول لك انه اكثر من 80% من الانشاءات هناك في الفرع الجديد تمت بالفعل. في امور جديده جدا هنشوفوها ان شاء الله اعضاء هذا الفرع، وايضا طبعا كل مشاهدي قناه الاهلي اللي هيكونوا متابعينا ان شاء الله بكره في طبعا تغطيه خاصه لهذه المناسبه. بطمن كل جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤسسة عريقة واحنا اتعودنا ان احنا طول الوقت بنشوف انه النادي الاهلي هو القلعة الرياضية الاكبر في مصر، بتقدم طبعا عمل مؤسسي كبير بعيدا كمان ايضا عن يعني طبعا الكرة القدم والالعاب الاخرى. كلام جميل جدا، وهشوفك بكرة ان شاء الله ونسعد كلنا بهذا الحفل الجميل. شكرا لك زميلتي العزيزة جدا والمتعلقة نورهان طمان على هذه التغطية.